اتفضل حضرتك. السادة الأعمال المتأخرات، يا ريت لو في أسئلة يوجه السؤال لحد معين. بسم الله الرحمن الرحيم. سمير رشوان، كل التحية لحضراتكم، ببارك الأخت الفاضلة هيمة حمزة. هو السؤال لدكتور حسام عقل. اتفضل. وحضرتك في الأول، أول ما اتكلمت حضرتك قلت عندها ثلاث أربع قصايد يتحسبوا من الجواب. أنا حضرت مناقشات كتير، نفسي الشاعر أو الشاعرة أحس إنه عريس أو عروسة أو منصة أحتفل بيه. بمعنى ليه ما نعملش النقد ده قبل ما نصدر الكتاب أو الديوان؟ أنا ناديت بالموضوع ده من زمان، ما حدش عمله. شكرا. شكرا لحضرتك. دكتور حسام، السؤال كان موجه لحضرتك. دكتور حسام، أستاذ عشوان، لحظة، السؤال كان موجه للدكتور حسام عقل، بيقول فيه السائل ليه ما نعملش الدراسات النقديه فيما قبل الطبع؟ ازود انا من عندي ممكن، ويا حبذا لو ان هذه الدراسه النقديه تنزل مع الكتاب. تفضل حضرتك. كان في مره في ندوه، كنا في ندوه وكان حاضر هذه الندوه مستشرقه من ليتوانيا اسمها جيدرا سافاسوفيتش، فقالت لي بعد الندوه انتم تناقشون الكتاب بعد الطباعه، كانها تستغرب يعني كاننا نصنع شيئا شاذا. قلت لهم ما نناقشه ازاي؟ قالت لي نحن في اوروبا نناقش المسودات، يعني نناقش قبل الطباعه. يبقى لو المنصه او الحلقه النقاشيه اكتشفت اخطاء لغويه تتدارك، لو اكتشفت وجود نصوص ضعيفة مقارنة بأخواتها من النصوص تتدارك، لكن احنا ليس لدينا مناقشة المسودات. بدأنا نعمل ده في ملتقى السرد العربي واكتشفنا عظم الفائدة، انه فعلا مناقشة المسودة مفيد جدا للكاتب، على الأقل سيتدارك الأخطاء. تقول له دلوقتي عندك 15 خطأ لغوي، ما طبعا خلاص، ما جدوى هذه الملاحظة؟ فيبقى ملاحظة صديقنا المبدع توجيه للمشهد أن نناقش المسودات قبل الطباعة ليكون للنقد مردود وقيمة، ولنستطيع أن نتدارك الأخطاء.